السلام عليكم. أسوأ ما يقال في الشغل إن أنا بشتغل على قد فلوسهم، اللي يرتدي الأجر يحسن العمل. ده كلام انتشر على الفيسبوك الفترة اللي فاتت ومكسر الدنيا وعامل خلافات. ناس بتقول أنتوا كده بتشجعوا أصحاب الأعمال إن هم يبتزوا الناس ويحملوهم أكتر من طاقتهم وبيدوهم ملاليم، وناس تانية بتقول لك أيوة طب ما أنت قلت لي أنا موافق أعمل دي ب10 جنيه يبقى تعملها كويس، ما تجيش تقول لي أنا عاملها لك وحش عشان أنت دافع 10 جنيه. هنا لازم نقف وقفة مهمة قوي، لأن الموضوع ده في منتهى الخطورة وهيسبب صراعات نفسية للناس نفسها. سيبك من الاذى اللي ممكن يحصل شغل، هيسبب صراعات نفسيه لناس كتير قوي قاعدين عمالين يتفرجوا على الجمل ديت، وفي نفس الوقت ممكن يسبب اذى في الاعمال نفسها ويخلي ناس تاذي نفسها عشان جمله عامه جدا مش المفروض ان هي تتوزع على مجتمع كبير بحالات مختلفه. فخليك معايا النهارده هقول لك كام نقطه كده يساعدوك في ان انت تبروسس الموضوع ده عشان تحافظ على السلامه النفسيه بتاعتك وانت بتحضر ترندات زي دي. اول حاجه، الجمله دي طلعت ليه اصلا؟ طلعت عشان في ناس كتير لما كانوا بيشتغلوا في مكان، مثلا انا جيت عينت حد مثلا ب 3000 جنيه بيشتغل عدد ساعات معينه، انا بقى صاحب الشغل عمال عايزه يشتغل اوفر تايم ويشتغل ايام الاجازه وعمال افعص واموت فيه بنفس المرتب. فبيجي الواحد ده عشان يدافع عن نفسه، هي دي طلعت من كده، الناس بتدافع عن نفسها تقول لك ايه يا عم اشتغل على قد فلوسهم، يا عم انت هتموت نفسك وهم ما بيدولكش حاجه. فدي طلعت اصلا من هنا كوسيله دفاع للهجوم اللي بيحصل من اصحاب العمل. ويا جماعه القطاع الخاص في مصر، يعني انا مش بتكلم مع الشركات الكبيره، انا يعني الحالات اللي انا بتكلم عليها دلوقتي دي حالات فرديه، ناس واحد فتح مشروع، ناس فاتحه مشروع فمبقاش كمان عنده علم قوي بالبني ادمين واداره الناس وبتاع، لا في ناس بيموتوا الناس اللي تحتهم. في فعلا من جانب اصحاب الاعمال والمديرين والليدرز اللي في الشركات في ناس سيئه جدا، فلازم الناس تبقى فاهمه ان لا مش طول ما هو بيمصني انا اقعد اشتغل، لازم اكرييت باوندريز. وفي فرق ما بين ان انا اكرييت باوندريز يعني ابني الحدود بتاعتي، وما بين ان انا اشتغل اي كلام او ان شغلي يكون وحش. اللقطه دي ما نخلطهاش ببعض لان خلط الاوراق هنا مضر جدا. فابني الحدود بتاعتي هي دي اللقطه. طيب اللقطه الثانيه ايه؟ ان في حد ممكن من الاول تبقى دي العقليه بتاعته، هم دول اللي ممكن ما عندهم مشكله، ان هو بيخش يشوف الشغلانه دي مرتبها مش عاجبني قوي، بس انا هخش وهلعب جوه كده وامشي حالي، فابقى باخد الفلوس ديت وعندي بقى ايه وقت وفراغ ومزاج اشتغل حاجه تانية. فانا اللي هو بجمع بقى ناس كتير من اللي مرتباتهم مش عاجباني ديت ووديهم شغل اي كلام عشان انا الم فلوس كتير. العقليه دي لو احنا داخلين بيها دي فيها مشكله، لان انت من الاول خلاص انت مش عاجباك ده، قول انا مش عاجبني ده، او لو حتى انت تحت ظروف مضغوط فيها فاضطريت تقبل الشغل ده اقبله على الجوب ديسكريبشن اللي انت وافقت عليها وما تزودش عنها، ويبقى زي ما بنقول دايما بنكرييت باوندريز. الفكره كمان في حاجه تانية، انك ما ينفعش تبقى بتتاثر من كل حاجه بتتقال حواليك، او ما ينفعش تقارن كل حاجه بتتقال حواليك. ليه؟ لان في سياق العمل عامله زي الجواز، مش كل شغلانه زي التانية، ومش كل شركه زي التانية، ومش كل ظروف زي التانية. يعني اللي بيزود عليك ساعه ولا ساعتين وانت عارف ان الشركه دي بتقدرك وبتحترمك وهم ظروفهم دلوقتي هم نفسهم يدفعوا لك اكتر من كده، بس ظروفهم مش قادره، وانت متاكد ان هم لما الدنيا هتوسع معاهم هيساعدوك ويعملوك، بيبقى في حاله من ايه، انا بشيلك النهارده وانت بتكبرني معاك، بيبقى فيها استثمار. بس مهم هنا بيكون الجزء التقديري، وده اكتر حاجه ناس بتشتكي منها في الكومنتات، ان يا جماعه التقدير المعنوي اصلا مش موجود، انت بتقتلنا وكمان ما بتقدرناش. الحاجه الثانيه، ان في حاجه اسمها البروفيشنال كيرتسي، المجاملات المهنيه. انا ممكن النهارده اشيلك وانت بكره تشيلني، بيبقى في مساحه في الشغل ان احنا ما بنحاسبش بعض بالوحده لما نبقى احنا الاثنين ارتضينا واصطفينا ان العلاقه دي او يعني الكونتراكت اللي ما بيننا وبين بعض ده كونتراكت محترم، والسياق اللي انا بتعامل فيه محترم. فمهم قوي انك تظبط شويه الحاجات دي، ما تتسرعش وتتعصب تشوف لك بوست مش عارف ايه ايوه لا حرام ده انا بعمل كذا، او ان انت تاخد قرارات لمجرد كلام عام. الناس اللي بتكتب الكلام العام ده يا جماعه لو سمحت في حاجات خطره ما ينفعش نقول فيها كلام عام، لازم نبقى بنخصص وبنفصل وبنوضح عشان ما يلتبس على الناس وتحصل لهم مشاكل. شكرا جدا ليكم، اتمنى ان الفيديو ده يكون وضح بس شويه لبسه عند بعض الناس، واتمنى ان يعني ما يكونش زعل حد. اشوفكم دايما على خير، سلام عليكم.